السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاول نشرح ونبسط درس العمليات على الأعداد النسبية لكي تعتبر من بين أهم الدروس ديال السلك الإعدادي. إذن غادي نبدأ على بركة الله بأول عملية اللي هي عملية الجمع. الجمع باللغة العربية الفرنسية لاديسيون. إذن بالنسبة لهذه العملية عندنا فيها جوج ديال الحالات. دونك الحالة الأولى مجموع عددين نسبيين لهما نفس الإشارة، دونك فاش تكون عندهم نفس الإشارة بمعنى موجب غادي نزيدو عليه موجب ولا سالب غادي نزيدو عليه سالب. لا سوم دو نومبر غولاتيف دو ميم سين، مجموع ديال جوج ديال الأعداد نسبية عندهم نفس الإشارة. غادي نشوفو أمثلة باش تفهمو مزيان هاد الحالة الأولى. مثلا ناخدو هاد المثال هذا، زائد ثلاثة غادي نزيدو عليها زائد اثنان. إذن إلا كتلاحظو هنايا هاد زائد ثلاثة مع هاد زائد اثنان بجوجهم عددان موجبان، دونك هذا موجب فيها زائد يعني فوق الصفر، وهذا أيضا عدد موجب. إذا المجموع ديالهم كيعطينا أيضا عدد موجب، والمسافة ديالو عن الصفر هي مجموع ديال المسافتين. إذا كندير ثلاثة وكنزيد عليها جوج ها هي خمسة، وتنحتفظ بنفس الإشارة اللي هي زائد. وهذا المثال هذا راه ديجا كتعرفوه، هو نفسه هذا المثال هذا ديال ثلاثة زائد اثنان اللي كيعطينا خمسة. علاش؟ لأن راه بحال زائد ثلاثة بحال ثلاثة، دونك هاد زائد هادي راه بحال كنديروها بحال ما كنديروها، دونك هاد زائد ثلاثة بحالها بحال ثلاثة، أيضا زائد اثنان بحالو بحال اثنان، صافي. إذا ثلاثة إلا زدنا عليها جوج غتعطينا خمسة. هذا إلا عندنا جوج ديال الأعداد بجوجهم موجبين. دونك غادي نشوفو مثال آخر ديال إلا كانوا بجوجهم سالبين، وناخدو نفس الأرقام. دونك إلا عندنا ناقص ثلاثة وغادي نزيدو عليها ناقص اثنان، هنا غادي تعطينا ناقص خمسة. دونك نفس يعني الخاصية، كنحتفظ بالإشارة دونك غادي احتفظنا بها، وتنجمع هاد المسافتين عن الصفر، يعني غادي ندير ثلاثة وغادي نزيد عليها جوج هي خمسة. إذا الخاصية ديال هاد الحالة هادي، لا سوم دو نومبر غولاتيف دو ميم سين إيت أن نومبر غولاتيف، دونك المجموع ديال جوج ديال الأعداد النسبية عندهم نفس الإشارة هو عدد نسبي. بور سين دو سين كومان أو دو نومبر، يعني الإشارة ديالو هي الإشارة المشتركة بين هادوك جوج ديال الأعداد. دونك إلا كانت هنايا زائد هنايا زائد كنحتفظ بها هي زائد، كانت هنا ناقص وكانت هنا ناقص كنحتفظ بالإشارة. بو ديستونس أ زيرو، لا سوم دي ديستونس أ زيرو، دونك بالنسبة للمسافة عن الصفر راه كندير ثلاثة نزيد عليها جوج، ونفس الشيء أيضا هنايا ثلاثة كنزيد عليها جوج هي خمسة. دونك هذا بالنسبة للحالة الأولى. وانتوما أيضا يعني طريقة أخرى باش تعقلوا عليها، هنا فاش كتربح ثلاثة دراهم مثلا، ثم دونك هذه مثلا نقراوها بحال لا ثم ربحتي جوج دراهم، شي حاجة منطقية كيتقبلها العقل راه غادي تكون ربحتي، وشحال غادي تكون ربحتي في المجموع؟ غادي تكون ربحتي خمسة دراهم. دونك ربح غادي نزيدو عليه ربح غيعطينا أرباح، وتنجمع شحال ربحنا في المجموع. ايضا الى عندي 3 دراهم خساره، يعني خسرت واحد 3 دراهم ثم خسرت عاوتاني واحد جوج دراهم، دونك عندي خساره متبوعه بواحد الخساره اخرى، اذا الحصيله غادي تكون ايضا خساره. دونك خسرتي بثلاثه ديال مثلا الاهداف في المباراه الاولى، ثم خسرتي بجوج ديال الاهداف في المباراه الثانيه، اذا الحصيله ديال هاد جوج ديال المباريات غادي تكون هي خساره. وبشحال ديال الاهداف باش خسرتي؟ خسرتي بخمسه، صافي. اذا بصفه عامه ربحتي ثم ربحتي هو رباح، وتتجمع شحال ربحتي. خسرتي ثم خسرتي هي خساره، وكتجمع شحال خسرتي. دونك في الحاله الاولى فاش تكون عندنا نفس الاشاره كنحتفظ بها وتنجمع، فاش تكون عندنا نفس الاشاره يعني سواء كانت موجبه او سالبه كنحتفظ بها وتنجمع المسافتين عن الصفر. اذا هذه كانت الحاله الاولى ديال الجمع. غادي نشوفوا دابا الحاله الثانية ديال الجمع، اللي هي مجموع عددين نسبيين لهما إشارة مختلفة. شنو تنقصد بإشارة مختلفة؟ يعني واحد موجب والثاني سالب. في الحالة الأولى شفنا إلى عندهم نفس الإشارة، يعني موجب مع موجب ولا سالب مع سالب. دابا غادي نشوفو إشارة مختلفة، لا سون دو نومبر غولاتيف دو سين كونتخيغ، صافي عندهم السين ماشي بحال بحال. إذا غادي نمشيو للأمثلة مباشرة. ناخدو مثلا نفس الأرقام اللي شفنا قبل،
ثلاثة وجوج ونديرو مثلا في واحد يكون موجب والثاني يكون سالب ولا العكس. دونك مثلا هنا في هذه الحالة هذه عاوتاني نشوفوا غير المثال ديال مثلا جوج المباريات. اذا هنايا في المباراة الاولى مثلا ربحتي بثلاثة ثم خسرتي بجوج، يعني بحال لعبتي جوج ديال المباريات، المباراة الاولى ربحتي بثلاثة ثم المباراة الثانية خسرتي بجوج. دونك الا جينا نشوفوا الحصيلة ديال هاد جوج المباريات واش كانت ربح ولا كانت الخسارة، غادي نشوفوا شكون اللي كثير، واش العدد ديال الاهداف اللي سجلتي ولا الاعداد ديال الاهداف اللي تسجلوا لي. اذا في هذه الحاله انا مثلا ربحت بثلاثه وخسرت بجوج، دونك هنا الربح هو اللي كثير، اذا الحصيله غادي تكون هي الربح، النتيجه الاخيره غادي تكون هي الربح. وتيبقى لي عاوتاني اشنو هو الهامش ديال الربح. انا ربحت بثلاثه الاهداف ولكن خسرت بجوج، بمعنى بحال درت ثلاثه لجوج، دونك اشنو هو الفرق ديال الاهداف؟ هدف، يعني بحال ربحت بواحد الزيرو. نتمنى تفهموا هذه المساله هذه صافي. بحال ديتي 3 دراهم لعند مول الحانوت وغادي تقدا شي حاجه كدير 2 دراهم، دونك غادي تعطيه 3 دراهم، غير حيد منها 2 دراهم اللي كيتساف، شحال باقي غادي يعطيك؟ يعطيك درهم. اذا هنايا زائد 1. دونك هذا مثال الاول. نديرو مثال اخر. مثال اخر شوف راه نفس الارقام، غير هنايا في هذا درنا ناقص وهذا درنا زائد، لان قلنا كنهضروا على مجموع، يعني مجموع زائد جوج الاعداد عندهم اشاره مختلفه، يعني واحد موجب والثاني سالب، وهادشي اللي عندنا هنايا. هنايا عاوتاني بحال قلنا المباراه الاولى خسرناها بثلاثه ثم المباراه الثانيه مثلا ربحناها بجوج الاهداف، اذا عاوتاني هنايا ماشي خساره متبوعه بخساره ولا ربح متبوع بربح، هنا عندي خسارة وعندي الربح في نفس الوقت. إذا النتيجة الحصيلة تقدر تكون ربح تقدر تكون خسارة على حسب شكون اللي كثير صافي. دونك هنا شنو اللي كثير، واش الربح ولا الخسارة؟ بطبيعة الحال ثلاثة هي اللي كثيرة، وبالتالي غادي نشوفوا الإشارة ديالها اللي هي ناقص، داكشي علاش درنا ناقص هنا. فاش كتخسر بثلاثة وكتربح بجوج، النتيجة ديال هذوك جوج ديال المباريات راه غادي تكون خسارة، لأن العدد الأهداف باش خسرتي أكثر من عدد الأهداف اللي باش ربحتي، إذا هنايا غادي تكون النتيجة خسارة، وبطبيعة الحال الفرق ديال الأهداف هو واحد صافي، بحال خسرتي بواحد لصفر. نتمنى تفهموا هذه المسألة هذه. دابا بالنسبة لهذه الحالة هذه حالة خاصة، فاش تكون عندي مثلا مجموع ديال جوج ديال الأعداد، هاد زائد 3 وهاد ناقص 3 كيتسموا اعداد متقابله، دو نومبر اوبوزي صافي، دو نومبر اوبوزي. دونك واحد موجب والثاني سالب، زائد 3 وناقص 3. دونك الا بغيت نجمعهم اشنو تعطي لي؟ تعطي لي صفر. مثلا ربحتي بثلاثه د الاهداف وخسرتي في المباراه الثانيه بثلاثه د الاهداف، اذا العدد اللي سجلتي هو نفسه العدد اللي تسجل عليه، اذا الحصيله ديال الاهداف بحال الا قلنا صفر، 3 3 يعني كاين تعادل، يعني بحال الا ما سجلت والو، يعني بحال الا المباراه يلا بدات. مجموع ديال جوج ديال الاعداد المتقابله كيعطينا صفر. اذا بالنسبه للخاصيه لا سوم دو دو نومبر غولاتيف دو سين كونترير، دونك فاش يكون عندنا مجموع ديال جوج ديال الاعداد نسبيه وعندهم اشاره مختلفه، ايت نومبر غولاتيف هو ايضا عدد نسبي، كيا بور سين. اذا بالنسبه لهاد الاشاره هذه واش غادي ندير زائد ولا غادي ندير ناقص؟ هنا بالنسبه للاشاره لو سين دو نومبر كي لا بلو غون ديستانس ا زيرو، دونك هنا بالنسبه للاشاره كنختار الاشاره ديال العدد اللي عنده مسافه عن الصفر هي الكبيره. مثلا هنا شنو هو العدد اللي بعيد على الصفر؟ هو 3. دونك في هذه الحاله خدينا الزائده هي الاشاره ديالو، وفي هذه الحاله الثانيه ايضا خدينا الاشاره ديالو. اذا في كلتا الحالتين فتناخذوا دائما الاشاره ديال العدد اللي بعيد على الصفر، دونك زائد 3 راه بعيد على الصفر على هذا العدد هذا. اذا هذا بالنسبه للاشاره بور ديستانس ا زيرو، لا ديفيرونس دي ديستانس ا زيرو. بالنسبه لهذا العدد اللي تيكون حدا الاشاره، مثلا في هذه الحاله هو واحد، كيفاش كنحصلوا عليه؟ كناخذوا هذا العدد هذا 3 هذا اللي كبير وتنقصوا منه جوج اللي هو واحد، يعني كنشوف داك الهامش ديال الربح ولا الهامش ديال الخساره. اذا بصفه عامه
دائما فاش تكون عندنا ربح ثم خساره ولا خساره ثم ربح، هنا دائما تنشوفوا شكون اللي كثير، داك العدد اللي كثير تنديروا الاشاره ديالو ثم تنحسبوا الفارق ديالهم، يعني شحال بقى لهذا الصغير باش يوصل الكبير. دونك جوج شحال بقى ليها باش توصل ثلاثة، بقى ليها واحد. مزيان. اذا هذا بالنسبه لاول عمليه اللي هي عمليه الجمع. دابا غادي نمشيو للعمليه الثانيه اللي هي عمليه الطرح، بالفرنسيه لا سوستراكسيون. دونك بالنسبه للعمليه ديال الطرح غادي نعطيكم نشان امثله، وغادي نبداو يعني غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا مختلف الامثله اللي عندنا. اذا بالنسبه نبداو بهذا المثال هذا الاول، جوج ناقص ثلاثة. دونك هنا عندنا عمليه الطرح، جوج ناقص ثلاثة دائما واحد العدد صغير، عقلوا ليا مزيان، واحد العدد صغير غادي تحيد منه واحد العدد كبير عليه، النتيجه دائما كتكون سالبه. انت عندك جوج دراهم وغادي تقدر شي حاجه دايره ثلاثة دراهم، راه ضروري غيكون عندك كريدي صافي. دونك جوج ناقص ثلاثة، جوج صغيره وغادي تحيد منها ثلاثة اللي كبيره عليها، اذا النتيجه غتكون سالبه. ثم كتشوف هاد جوج شحال بقى ليها باش توصل ثلاثة، دونك بقى ليها واحد، يعني غيدير ثلاثة غتحيد منها جوج هي واحد صافي. بحال الا غتبدا العمليه من هنا، يعني بحال غدير ثلاثة ناقص جوج، ولكن غدير ناقص هنايا، ثلاثة ناقص جوج هي واحد هي، ولكن دير ناقص هنايا. اذا الحاله الاولى فاش يكون عندنا واحد العدد صغير غادي تحيد منه عدد كبير عليه، النتيجه دائما كتكون سالبه، وكتشوف شحال بقى لجوج باش يوصل ثلاثة كديرو هنايا. بالنسبه للمثال الاخر الثاني، هنا عندي ناقص جوج ناقص ثلاثة، خسرت جوج خسرت ثلاثة، غير شي حاجه منطقيه كتقبلها العقل غادي تكون خسرتي خمسة، خسرتي جوج خسرتي ثلاثة، هي خسرتي خمسة، يعني كتجمع فقط الخسارة. مثال آخر، هنا عندي جوج ناقص ناقص ثلاثة، شوف ناقص عملية طرح، وهذا العدد هذا سالب، ناقص ناقص، شوف هاد ناقص ناقص وهاد القوس هذا لمن كيشبه، إلا زدنا مددنا هذا ولصقنا هاد ناقص هادي راه داير بحال زائد صافي، دير بحال زائد، هي هادي درنا هنايا زائد، هي جوج زائد ثلاثة اللي هي خمسة، باينة. دونك ناقص مع ناقص كيعطينا زائد، غادي نشوفوها في الضرب إن شاء الله. غادي نمشيو لآخر عملية، ناقص جوج غادي نحيدو منها ناقص ثلاثة، قلنا شنو قلنا على هادي، ناقص ناقص كتعطينا زائد، وهاد ناقص جوج راه خليناها هنايا، ناقص جوج زائد ثلاثة، ناقص جوج زائد ثلاثة، هنا راه مبقاش عندنا الطرح ولا عندنا الجمع، خسرتي جوج ثم مالها ثلاثة هادي، راه ربح راه زايد، خسرتي جوج وربحتي ثلاثة، راه يلا شفناها قبيل، مجموعة ديال جوج ديال الأعداد المختلفة إلى الإشارة، خسرتي جوج ولكن ربحتي ثلاثة، إذا النتيجة غادي تكون ربح زايد، هاديك زايد راه بحال تنديروها بحال ما تنديروها ياك، راه قلناها، دونك زايد، وكدير ثلاثة كتحيد منها جوج هادي هي واحد. صافي، المباراة الأولى خسرتي بجوج ثم ربحتي بثلاثة، يعني بحال ربحتي بواحد. دونك غادي نعطيكم واحد مجموعة من الأمثلة وانتوما غادي تحاولوا معاهم، يعني نخلي لكم شوية ديال الوقت وتحاولوا معاهم، يعني راه نفس تقريبا الأمثلة اللي عندنا هنايا هما هنايا. دونك ديروا بوز الفيديو وحاولوا معاهم، ومن بعد تبعوا معنا التصحيح ديالها. إذا غادي نبداو في التصحيح ديال هاد الأمثلة هادو. اذا المثال الاول 10 ناقص 15، دائما قلنا عدد صغير غادي تحيد منه عدد كبير عليه، النتيجه كتكون سالب، يعني هي ناقص 5. ناقص 10 ناقص 15، خسرتي 10 خسرتي 15، يعني النتيجه غادي تكون خساره، وكتجمع شحال ديال الخساره، اذا غادي نديرو ناقص 25. بالنسبه للمثال الثالث، هنايا عندي 10 ناقص ناقص 15، قلنا هاد ناقص ناقص راه هي نيت زائد، بحال قلنا 10 زائد 15، 10 زائد 15 هي 25. مثال اخر الاخير عفوا، مثال اخر عندنا ناقص 10 ناقص ناقص 15، دونك هاد ناقص ناقص هي زائد، دونك هي زائد، و15 غادي تحيد منها 10 هي 5، خسرتي 10 ولكن ربحتي 15،
يعني بحال الا ربحتي 5. مزيان. اذا غادي نمشيو للفقره الثالثه اللي هي الضرب. اذا بالنسبه للضرب بالفرنسيه لا مولتيبليكاسيون. اذا بالنسبه للضرب غادي نشوفوا هاد الامثله هادو. عندنا يعني جوج ديال الحالات. الحاله الاولى فاش تكون عندهم نفس الاشاره شو زائد غادي نضربوه في زائد، ناقص غادي نضربوه في ناقص. والحاله الثانيه فاش تكون عندهم اشاره مختلفه، يعني واحد موجب درها بحال الا درنا زائد بحال الا ما درنا، صافي هذا قلناه في الاول ديال الفيديو. دونك واحد العدد موجب غادي نضربو في عدد سالب، او عدد سالب غادي نضربو في عدد موجب. اذا بصفه عامه عندنا الحاله الاولى اللي هي عندهم نفس الاشاره، وعندنا الحاله الثانيه فاش تكون عندهم اشاره مختلفه. الوغ فاش تكون عندهم اشاره بحال بحال دائما كيعطينا زائد، كيعطينا موجب. اول حاجه كندير جوج ضرب ثلاثة هي 6، كندير فيهم كاملين 6، تبقى لي غير المشكل ديال الاشارات. دغيا الحال تنهضر على الضرب، ما تخلطوش بين الضرب والجذر. دونك فاش يكون عندنا الجمع هنايا راه نورمالمون كنديروا ناقص هنايا، لان خسرتي ثم خسرتي راه كتكون خساره، ولكن هنا بالنسبه للضرب لا. دونك دائما جوج ديال الناقصات كيعطينا زائد. هنايا اصلا ما عندناش ناقص، راه باينه غادي تكون زائد. وإلا عندي واحد ناقص، الا عندي واحد ناقص راه كتبقى. دونك هذه خاصيه عامه. الا عندك جوج ديال الناقص في الضرب راه كيتحيدوا، يعني كيعطينا عدد موجب. عندك غير واحد ناقص راه كتبقى، صافي عندي غير واحد ناقص راه كتبقى. وبالنسبه للمسافه عن الصفر راه هي جداء المسافتين، يعني كندير غير جوج ضرب ثلاثة هي راه 6 فيهم كاملين، تيبقى لي غير واش زائد 6 ولا ناقص 6، صافي. دونك هنايا زائد ضرب زائد اصلا هذا راه باين واش زائد 6، هذا راه كنعرفوه من التحضير. ولكن ناقص ضرب ناقص، يعني عندنا جوج ديال الناقصات، قلنا جوج ديال الناقصات كيتحيدوا كيعطينا زائد. الا عندك غير واحد ناقص كتبقى. مزيان. اذا نعطيكم هاد الامثله هادو نتوما غادي تحاولوا معاهم. دونك نفس الشيء عندنا 4 ديال الامثله، ورقة والتاني والستيلو حاولوا معاهم، ومن بعد عاوتاني شوفوا التصحيح ديالهم. دونك انا غادي نبدا في التصحيح ديالهم. 9 ضرب 11، دونك اول حاجة عندي الضرب، دائما كنرد البال العملية اللي عندي. دونك هنا عندي عملية ديال الضرب، اذا غادي ندير 9 ضرب 11 هي 99، تيبقى لي غير واش غادي ندير زائد 99 ولا ناقص 99. دونك هنايا ما عنديش ناقص، اذا نيشان غادي ندير 99. هنايا شحال من ناقص عندي؟ عندي جوج ديال الناقصات، جوج ديال الناقصات قلنا كيمشي، اذا غادي تبقى 99. هنايا شحال من ناقص عندي؟ عندي غير وحده، اذا غادي تبقى غادي تولي ناقص 99. هنا ايضا شحال من ناقص عندي؟ عندي غير واحد ناقص، اذا غادي تبقى غتولي 99. دونك هذا جداء ديال جوج ديال الاعداد النسبيه. دابا الا كان عندنا جداء ديال مجموعه من الاعداد النسبيه، يعني اكبر من اثنان، مثلا ثلاثه ديال الاعداد ولا اربعه ديال الاعداد الى غير ذلك. ناخذ هذا المثال هذا، تنعرفوا مثلا جوج ضرب ثلاثه ضرب اربعه هي 24، جوج ضرب ثلاثه هي 6، و 6 الى ضربناها في اربعه هي 24. دابا الى دخلنا الاشارات ديال الناقص، دونك مثلا الى دخلنا واحد ناقص شنو غيعطينا؟ غتعطينا ناقص في النتيجه. مثلا هاد ثلاثه هادي درنا فيها ناقص ثلاثه، النتيجه غتكون ناقص 24. يعني نفس الملاحظه اللي قلت لكم هنايا، كنحسب غير شحال من ناقص، عندي غير واحد كندير كنخليها. الو دابا الى عندنا جوج ديال الناقصات، عندنا جوج ديال الناقصات كنحيدهم، تيعطينا عدد موجب. بطبيعه الحال هذا الشيء هذا خاص بالجداء، صافي خاص بالجداء. دابا الى عندنا ثلاثه ديال الناقصات، يعني هاد الاعداد كلهم فيهم ناقص، النتيجه غتكون سالبه. اذا بصفه عامه اشنو كندير؟ كنحسب غير عدد ديال الاشارات ديال الناقص. الا كان عدد فردي، كتعرفوا عدد فردي يعني 1 3 5
سبعه تسعود الى غير ذلك. الا كان عدد فردي راه كتبقى ناقص، والا كان عدد زوجي كتعرفوا عدد زوجي، عدد زوجي يا صفر يعني ما كاين والو كيعطينا عدد موجب، يا جوج حتى هو كيعطينا عدد موجب، ولا اربعه ولا سته ولا ثمانيه الى غير ذلك. صافي، دونك بصفه عامه الجوده ديال المجموعه ديال الاعداد النسبيه اشنو تيعطينا بالنسبه للاشاره ديال هذه النتيجه هذه؟ كنشوف كنحسب فقط العدد ديال الاشارات السالبه. دونك الا كان عدد الاشارات السالبه عدد فردي راه كتبقى بحال هذا المثال، هذا عندي غير واحد اذا غادي يبقى، هنا عندي ثلاثه ديال الناقصات اذا غادي تبقى، والا كان عدد الاشارات السالبه عدد زوجي مثلا هنايا جوج ما غاديش تبقى، يعني غير كتحيد كيولي عدد موجب. دونك نتمنوا تفهموا هذه المساله ديال الضرب، لان نفسها غادي نشوفوها في العمليه الاخيره اللي هي عمليه القسمه لا ديفيزيون. دونك القسمه بحالها بحال الضرب. دونك نمشيو نيشان الامثله ونعطيكم هاد الامثله هادو. الوغ دابا غادي ناخذوا مثلا 12 وغادي نقسموها على 3. ركزوا ليا غير على المسافه عن الصفر، يعني بغض النظر على هاد الاشارات هادو، عندي 12 مقسوم على 3، اذا كلهم غادي نديرو فيهم 4 4 4 4 4. 12 شحال فيها من 3؟ فيها 4. دابا تيبقى ليا غير واش ندير زائد ولا ندير ناقص. صافي، هنا يا شباب راه كاين زائد، غير انا ما تنديرش هاد الزائد هذا. صافي، بحال درتيها بحال ما درتيهاش، لان راه ديجا شرحناها في الاول ديال الفيديو. اذا هنايا فاش يكون هنا قلنا بحال القسمه بحال الضرب، واش عندي شي ناقص هنايا؟ ما عنديش، اذا راه النتيجه غتكون موجبه. شحال من ناقص عندي هنايا؟ عندي جوج، اذا النتيجه غتكون موجبه، لان دائما جوج ديال الناقصات بين قوسين كيمشيو بحالهم. صافي، هنايا شحال من ناقص عندي؟ عندي غير واحد ناقص، اذا واش غادي تبقى ولا غادي تمشي بحالها؟ اكيد غادي تبقى. دونك قلنا فاش تكون عندها غير واحد ناقص راه كتبقى، لان واحد عدد فرد. مزيان، ايضا بالنسبه للمثال الاخر عندي ناقص 12 غادي نقسمها على 3، ايضا عطاتنا ناقص 4، يعني هذا الناقص غادي تبقى. اذا هذا بالنسبه للقسمه، قلنا ايضا بحال بحال الضرب، يعني عندنا جوج ديال الحالات، الحاله الاولى فاش تكون عندنا نفس الاشاره كيعطينا عدد موجب، والحاله الثانيه فاش تكون عندنا اشاره مختلفه، يعني واحد موجب والثاني سالب او سالب الثاني موجب، فهنا كيعطينا عدد سالب. دونك غادي نعطيكم ايضا يعني مجموعه من الامثله، يعني بحال هاد الامثله هادو غادي تحاولوا معهم يعني نفس الاعداد او الارقام اللي شفنا قبل قليل بالنسبه للضرب. ايضا هنا بغينا نشوفهم بالنسبه للقسمه، اذا 99 الى قسمناها على 11 بغض النظر على هاد الاشارات كتعطينا 9. دابا بقى لينا غير واش غادي نديروا 9 ولا ناقص 9. تنشوف هنا واش عندي شي ناقص؟ ما عنديش، اذا باين هنا 9. صافي، ما عنديش اصلا ناقص، اذا ما غاديش ندير ناقص. هنايا ناقص 99 مقسوم على ناقص 11، اذا شحال من ناقص عندي هنايا؟ عندي جوج. دونك جوج قلنا في القسمه وفي الضرب راه كتمشي ناقص، دونك يبقى لنا غير 9. هنايا ايضا عندي القسمه 99 غادي نقسمها على ناقص 11، شحال من ناقص عندي هنايا؟ واحد، واحد عدد فردي، اذا غادي تبقى ناقص 9. ايضا هنايا شحال من ناقص عندي؟ عندي واحد ناقص، اذا غادي تبقى والنتيجه غتكون هي ناقص 9. اذا بصفه عامه بالنسبه للضرب والقسمه كنشوف غير شحال ديال الناقص عندي. الا عندي جوج ديال الناقص راه النتيجه كتكون موجبه، شوف كتكون موجبه، والا عندي غير واحد ناقص، غير واحد ناقص النتيجه كتكون سالبه، واحد ناقص النتيجه كتكون سالبه. هادشي هذا بالنسبه للقسمه وبالنسبه ايضا للضرب. اما بالنسبه للجمع، لان هذه الحاله هذه هي اللي كتخلطوا مع الجمع، هذه الحاله هذه فاش تكون عندنا هنايا زائد دائما قراوها ثم خسرتي، ثم خسرتي كتكون خساره ماشي ربح. صافي، اذا الى هنا نصل الى نهايه هذا الشرح، لا تنسوا مشاركته مع باقي اصدقائكم حتى يستفيدوهم ايضا. غير ذلك اشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.